النائب محمد صلاح عضو اللجنه التشريعيه بمجلس النواب، بس اخيرا ست نايب. اخيرا بحضرتك والساده المشاهدين وضيوف حضرتك الكرام. ربنا يخليك. سياده النائب، دلوقتي معايا المستشار عبد الله الباجا، وحسم نقطه مفصليه مهمه، وان المحكمه الدستوريه ابطلت الماده اللي كانت موجوده في قانون الخلع التي كانت تقول بالزام وقوع الطلاق عند التوثيق بالمأذون، وقالت ان ده لا يصح لان ده فيه اهدار لحقوق المرأة وكذا. المهم قدامنا دلوقتي عائق دستوري، فكيف يمكن ان تقر قانون في اللجنة التشريعية هو متعارض مع الاحكام الدستورية؟ طبعا حضرتك انا برحب بمعالي المستشار، واحنا طبعا مع احترام الدستور ومع احترام احكام المحكمة الدستورية العليا اللي هي ملزمة لكل سلطات الدولة وعلى رأسها طبعا البرلمان اللي بيشرع القوانين، لكن حضرتك برضو احنا يعني دي مساله يعني انا ارى ان احنا نفتح فيها النقاش الشرعي والقانوني حتى نصل الى حل يتطابق مع طبعا حكم المحكمه ويتطابق مع ما تعانيه المراه من مشكله الطلاق الشفهي الذي يؤثر بشكل كبير على حقوق المراه في ظل وقت احنا خربت فيه الزمن واصبح ما فيش ضمير او ما فيش مسائل قد تحافظ على حقوق المراه. فانا الحقيقه يعني مع معالي المستشار في ان احنا لابد نحترم حكم المحكمه، ولكن زي ما قلت لحضرتك فليفتح النقاش في هذا الموضوع. يعني المنهج اللي انتوا هتتبعوه يا سياده النائب يعني برضه يبلو بدلو في هذا الموضوع حتى نصل الى حق يحافظ على او يوازن بين حقوق المراه ومع احترام احكام المحكمه. يعني المنهج اللي هتتخذوه يا سياده النائب هو احترام احكام المحكمه والتفكير في طريقه لحفظ المجتمع ووحده الاسره وحفظ حقوق المراه عند الطلاق. أكيد يا فندم، ده زي ما حضرتك قلت بالظبط كده، وأنا متفق مع معالي المستشار في هذا طبعا.